إذن مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على فيسبوك، نحن معكم من مطار رفيق الحريري الدولي، حيث وصل في هذه الأثناء اللبنانيون القادمون من وارسو بعد رحلة معاناة في أوكرانيا نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية. طبعا هن حوالي 120 شاب وشابة لبنانيين ومن العائلات، كما نشاهد عدد كبير جدا من الأهالي ينتظرون. وصل مثل ما عم نشوف اللواء خير الذي كان قد غادر إلى بولندا لتأمين عودة من يرغب بالعودة. رح نسمع شو رح يقول اللواء خير. إذن خلينا نسمع اللواء خير رئيس الهيئة العليا للإغاثة والمكلف من الرئيس نجيب ميقاتي متابعة هذا الملف. لابد وأنه سيتحدث باسم المواطنين الموجودين. الله يبارك فيك. لواء نحن على الهواء، نحن مباشر على الهواء. أول شيء يعطيكم ألف عافية. قرار دولة رئيس الحكومة نفذناه، وقرار دولة قرار مجلس الوزراء تم تنفيذه. بس أنا بوجه نداء لوزير التربية ولمجلس الوزراء إنه الطاقة الثقافية والعلمية الموجودة كانت لدى الشباب الجيل اللبناني الموجودة بأوكرانيا تؤخذ بعين الاعتبار، وأوضاع والأوضاع اللي هي لديهم، وخاصة من أطباء ومهندسين ومختلف الاختصاصات، لأنه فعلاً سمعت وجعهم على الأرض وبالطيارة، وفعلاً أنا هنو الأوضاع هيدي وهالمشاكل اللي صايرة معهم لدولة الرئيس ومجلس الوزراء. نحن تم إجلاء كل الرعاية الموجودين على أرض بولندا وكذلك على رومانيا، تم تنفيذ اللي هو المطلوب مثل ما قلنا نحن وعدنا وفينا. نحن اذا الله راد، اما ما تبقى داخل الاراضي الاوكرانيه يلي هن بوضع يعني حساس صراحه، نحن عم نتواصل معهم، ولدينا شباب لبنانيين مهمين على الارض هن عم بيامنونا الاتصال فيهم، وما هنقصر لاخر شاب لبناني موجود نادر نحن بده يطلع. بنتمنى عن جد كل اللي هن رجال اعمال او لديهم امكانات يساعدوا معنا، نحن بنتمنى يكونوا معنا ويساعدوا بالاغاثه جاهزه لحط ايد بايد معهم. كم العدد كان؟ انت الصعوبات اللي واجهتكم لما كنتوا عم تعملوا المعاملات توصلوا اليوم بهالطياره على لبنان؟ المعاملات كانت سهله، كان في تعاون عرفنا من السفاره اللبنانيه ببولندا اكثر مما كان الشكر الكبير لبولندا ولرومانيا يلي هن حقيقه السلطات الموجوده لديهم اعطونا كل الصلاحيات اللي ممكن تسهل للجاليه اللبنانيه اللي بدها تطلع من اراضيهم. ما كان في اي رحله تاليه. نحن اجمالا تقريبا صرنا طالع تقريبا حوالي 500 مواطن لبناني من داخل اوكرانيا، كان عن طريقنا او بمساعدات من الدكتور مراد او غيره. عم بقول انا برجع باكد مين ما بده يقدم، نحن يد بيد معه، لان نحن اللبنانيين بعد في بس الموجودين داخل اوكرانيا. صح. بس هدال هن اللي وضعهم مأساوي، اللي نحن حقيقة قلبنا عندهم، وكل السلطات اللبنانية وخاصة الرئيس عم يتواصل معي انه نكون يد بيد حتى نحن نقدر نشيل كل اللبنانيين الموجودين. عم تتواصلوا مع السفارة الروسية اللبنانية بروسيا؟ طبيعي مع اللبنانيين، نحن نتواصل مع كل السلطات اللبنانية، وهيدي صلاحيتنا انه نتواصل مع كل السفارات اللبنانية. من الطبيعي نحن اذا اللي بعد منكم سالني كان عم يسالوا انه ليش ما طلعوا للسلطات السفارات على الحدود، لو كان عندهم امكانيات اكيد كانوا طلعوا، ونحن كنا بنامن لهم امدادات ليطلعوا، هيدي شويه كان انه خارج عن نطاقنا ونطاقهم يعني. اللواء الكل اجوا على لبنان ولا في؟ تسمحوا لنا نوجه كلمه لسعاده اللواء باسم الاهالي الطلاب. الله يخليك. نحن بنتشكر. تفضل قرب. نحن بنتشكر باسم الاهالي مساعي اللواء. والحقيقه الدوله المره وقفت موقف ايجابي بنعتبره ايجابي تجاه رعاياها اللي هن. خلينا نتابع فرات ايضا ناس الشباب اللي اجوا. حضرتك جيت من، نشوف حدا من اللي اجوا.
يعطيك العافيه. انت جاي من وارسو، الحمد لله على سلامتك. احكي لي شو كيف كانت معاناتك وعرفنا عنك. اسمي احمد خضر المصري، تلميذ طب بجامعه خاركوف الوطنيه للطب. تعذبنا لطلعنا من خاركوف، مهم وصلنا على بولندا. بعدين كانت المعاناه بانه نقنعهم للدوله ينزلونا. كم يوم لحتى قدرتوا توصلوا؟ 8 ايام. لا كم يوم لوصلنا على بولندا؟ طلعنا 3 ايام. 3 ايام على الطريق تعذبنا فيهم مشي، ومشينا شي يومين ويوم بالقطار. عندك رفقه بعدهم هونيك على القنين؟ ايه في مش رفقات، مش بمنطقتي، بمنطقه سومي. هدول ما حدا عم بيطلع فيهم، هني صحباتي منطقة خطره تعتبر كثير، ومزروبين وما حدا عم بيساعدهم. وحاولت كذا مره اني وصل صرختهم وكذا، ما حدا عم بيرد عليهم. في بعض الشباب راحوا على دول اوروبيه اخرى، انت ليش اخترت تجي لهون وحتكفي هون علم؟ لا لانه الشباب اللي راحوا هني خلص لغوا علمهم، انا بدي كفي عم ادرس طب، ما بدي غير علمي. شوف هون كيف بدك تعدل. بدي شوف هون اذا بيعدلوني، لازم الدوله تتطلع بحالك. في لك زملاء ما وصلوا؟ ايه نعم زملاء بعدهم بدهم يوصلوا هون. طيب. مش معنا زملاء. طيب شكرا، الحمد لله على السلامة. إذا مشاهدينا عم يتم استقبال الشباب والصبايا والعائلات اللي اجت من بولندا بعد معاناة بأوكرانيا، وأيضا من ضمنهم اللاعب عباس بنوت، لاعب الشهير اللي هو عمره 14 سنة. خلينا نشوف. إذا يعني مشاعر عاطفية كتير كبيرة. عباس حاليا عباس احكي لنا، الحمد لله على سلامتك، وشو شعورك لما وصلت؟ خليني بس اسلم على والده بس. يلا عبطوا. اذا عباس بنوت اللي هو لاعب. طيب عباس احكي لنا كيف كانت الرحلة وشو شعورك بس وصلت على ارض المطار؟ اول شيء كانت رحلة صعبة. الحمد لله. بشكر دولة الرئيس نبيه بري على الجهود اللي عملها وقيادة حركة أمل، وبشكر اللواء خير، وأكيد بشكر الحاج فاضل شحادة وفريق دينامو كييف، هن اللي أمنوا لنا الطريق 72 ساعة. الفريق اللي أنت بتلعب فيه؟ صحيح، 72 ساعة على الطريق. والحمد لله وصلنا، وبشكركم كمان. بدك ترجع تروح لهونيك إذا وقفت الحرب ولا ما بتفكر؟ أكيد بدي كفي. تعرفنا إنه إجاك عدة عروض احتراف أيضا بألمانيا بعد اللي صار بأوكرانيا، شو بتحكي عن هالموضوع؟ حاليا ما بفكر الموضوع عندي أنا. رح ألمانيا على كذا، هو لاعب يعني وأنا المسؤول عنه. أكيد إجا فريقان من ألمانيا وفريق من إسبانيا، قلت له هيدا الشيء، قال لي لا أنا بدي أرجع على دينامو كييف لأن هو من أهم الأكاديميات بالعالم، وإذا ما بيش الحال من هلأ لفترة طويلة فأكيد بدي أنقله على ألمانيا. بكرة بدي يتمرن، أكيد بكرة الساعة 5:30 مع الناشئين. الأنصار؟ إذن سمعنا عباس بنوت اللي هو طبعا أشهر من أن يعرف صار خلال الفترة الماضية، مثل ما شفنا عبر وسائل إعلامية عدة، كان يطلع من أوكرانيا بالبداية وبعدين صار من وارسو لحتى يطمنهم عن حاله وعن بقية اللبنانيين الموجودين بأوكرانيا. وهو مثل ما قال هو لاعب بدينامو كييف، عمره 14 سنة، من اللاعبين الناشئين، حابب أنه يكفي بهذا المجال. جاء عروضات من ألمانيا بحسب ما قيل، ولكن هلأ هو بحب يرجع أوكرانيا في حال وقفت الحرب، وبالوقت الراهن راح يتدرب مع فريق الأنصار طبعا ليكفي يعني حياته الرياضية إذا فينا نقول. إذا تباعا يصل اللبنانيون آتين من بولندا بعد رحلة معاناة موجودة في يعني عدوها بأوكرانيا. مين ناطرين؟ أولادي، ابني وبنتي. والله يا اخويا مالك ماهر بنفس الرحله جاي. نعم حجي، مين ناطره بهالورد؟ ما بده. طيب خلينا نشوف. اذا عم نشوف الاهالي كيف على اعصابهم. هو جاي من اوكرانيا،
نعم الحمد لله على سلامتك. سلم على عبيك. شو مشاعرك؟ الحمد لله انه وصلنا بخير وسلامة على لبنان. يعني الحمد لله نشكر كمان الحكومة انه عملت لنا طيارة اجلاء والحمد لله كلنا بخير. كسلك ببولندا؟ صرنا حوالي 3 ايام ببولندا. والمعاناة كيف كانت الانتقال؟ كثير صعبة كثير صعبة كانت. الحمد لله وصلنا بخير وسلامة. كانت تجربة يعني صعبة كثير. ايه الحمد لله على السلامة. مش حنطول عليك اكيد هالكنين نتيجة الرحلة من جهة ونتيجة ال خلينا حجة. شو شعورك؟ ما بينوصفه. مرحبا. طيب بس خلينا نسمع. قديه صار لك؟ كيف كنت عم تطمني عليه؟ عبر التواصل على التليفون. قديه صار لك عم تتابعي؟ صار 15 يوم. اليوم حكي كل يوم كل يوم كل يوم. كيف قضيتي هالوقت؟ كيف بده يكون الواحد يعني بحالة الانتظار؟ الحمد لله بنشكر الله. الحمد لله. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا رب. الحمد لله على كل شيء. الحمد لله على كل شيء. شكر كل العالم. خلص كل العالم تشكرها. اوكي الحمد لله. الله يخليك. مشكور لكل العالم. تسلم تسلم. يعني اكيد مشاعر صعبه اذا عم نشوف اللبنانيين العائدين. وكان اللواء خير قال انه تقريبا يعني كل اللي موجودين برات اوكرانيا تم اجلائهم الى لبنان في حين انه بعد في لبنانيين موجودين داخل اوكرانيا. يعني لحظات صعبة كتير بعد معاناة كتير كبيرة عمدوها أكان بالحرب أو كان برحلة النزوح الصعبة. عم نشوف يعني لحظات تحكي عن حالة. أحمد الحمد لله على السلامة. واصل منه. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا رب. شو بتقول؟ والله الحمد لله. مهم يعني نشكر الدولة اللبنانية واللواء خير يعني ساعدنا بهذا الشيء يعني. والحمد لله يعني احنا تواصلنا معك عبر اس بي اي عبر الفيديو كول. صحيح صحيح. الحمد لله. الله يسلمك يا رب. وان شاء الله يا رب عبال البقية. ان شاء الله يا رب عبال البقية. عرس لك. مرحبا حكيم. الحمد لله على السلامة. خبرينا اليوم عن عودة أحمد وأميرة من بعد ما تحكي لنا عن راحتك. تفضلي. الحمد لله على سلامتك. بس انه بشكر الله وبحمده انه رجعوا لي بخير وسلامه وكل شيء. ثلاث ايام على الحدود اهم شيء ما حدا طلع فينا. الحمد لله رب العالمين. نحن اللي تحركنا ونحن اللي مشينا. ما حدا عملنا الرحله. نحن نظمنا الرحله لحالنا وقطعنا ودلينا ثلاث ايام لا اكل ولا شرب ولا نوم على الحدود وما حدا طلع فينا. بس هذا الحب بقوله. كنت كيف معاملة السلطات البولندية؟ السلطات البولندية كانت معاملتنا كتير منيحة بس بأوكرانيا كان في كتير عنصرية. يعني يدفشونا حتى الشرطة تدفشنا وتضرب وما تمرقنا تقول ممنوع يمرقوا إلا الأوكران وهيك بس. كنت 3 أيام عم تعانوا داخل بولندا. وقبل كيف كان الوضع؟ كنا عم نعاني على الحدود البولندية. أما بال تقدروا تفوتوا كانت معاناة. صح بس بولندا كان كل شيء تمام. بس وين اللي حسيتوا بعنصرية؟ قلتي لي بأوكران على الحدود. إيه الأولوية للأوكران وبعدين الأجنبي. صح صح صح. حتى كيف رجعتوا في دلينا نقاتل لفتنا بس وسجلتوا اسماءكم وجابوكم رجعوا بهي الطياره. صح صح صح. في لبنانيين كثير اكيد باوكرانيا بشكل عام. انت بتعرفي حدا بعده على الان جوا؟ لا ما بعرف حدا. شو كنت عم تدرسي؟ طب. واكيد ما خلصتي يمكن بعد؟ لا بعد ما خلصت. حجه الحمد لله على سلامتها بنتك. وشايفين يعني من الدموع اللي انتو عم تعبروا فيها قديش عانيتوا بهالفترة. قديش صار لك عم تتواصلي معها عبر الهاتف؟
قلنا من أول يوم بالحرب نهار الخميس ونحن عايشين معاناة. 5 أيام هني على حدود هي وأخوها على حدود، كانت الأوضاع عندهم كتير صعبة وكان في عنصرية كتير بالتعاطي مع الأجانب. ولما انقطعت الاتصالات بيني وبينهم فكان كتير صعب وعايشين بالبرد والسقعة وبلا أكل وبلا نوم، أهم شيء 4 أيام بلا نص بلا نوم. وكانوا يناموا يعني على الطريق؟ على الطريق، على الطريق، على الحدود على الطريق. وحتى خيا مرض معها وصار تهتم بأخوها وطلعت حرارته كتير، صارت حرارته فوق 40، يعني قضوا معاناة كتير صعبة. خيا وينه هلا؟ طلع روح هلا. خلي إذا فيك تدلينا عليه مشان نطمن. نعم. هاي ادمون احنا لايف، كيفك؟ الحمد لله على سلامتك. ادمون الحمد لله على السلامه. كنا عم نتابعك، جيت بهذه الطياره، شو هيك سجلت ملاحظات؟ لانه عم بيقولوا لنا في ناس كثير عانت 4-5 أيام، عانوا من عنصريه معينه، عانوا من برد، عانوا من كل شيء. ليك المعاناه متعدده، يعني اول شيء معاناه القلق لما بلشت الحرب وهن موجودين تحت القصف، معاناه لما اختبأوا بالانفاق يعني وكان هي الملاجئ الاساسيه تبعهم، معاناة تانية هي لما قرروا يطلعوا كان في معوقات كبيرة انه صعوبات يطلعوا، يعني انا كنت عم شوف صورهم وعم بيخبروني قصصهم وعم شوف الفيديوهات اللي مسيفينها بتليفوناتهم بذاكرتهم، حتى ينتقلوا كانوا عم بيتدافعوا يتقاتلوا تيحجزوا مقعد على قطار يقطع 20 ساعة او 30 ساعة بقلب اوكرانيا حتى يقدروا يوصلوا ويقربوا على نقاط مثل الفوف تياخذوا باص ويرجعوا يمشوا 30 كيلومتر او 25 كيلومتر او 40 كيلومتر تيوصلوا حدود 40 كيلومتر، عم نحكي احيانا بالليل لساعات طويله درجه حراره تحت الصفر من دون اكل من دون شرب، فهيدي كانت معاناه كثير كثير كبيره لالهم. رجعوا انتظروا ببولندا تقدروا امنوا الطياره، كمان كان هذا معاناه الانتظار، وبتصور جاجعين ومعهم قلق لانه معظمهم من الطلاب عارفين شو مصير مش عارفين هال5 سنين دراسة سواء طب أو هندسة زراعية أو أي اختصاص تاني، مش عارفين إذا هني رح يقدروا يكملوا، رح يتعدل هيدا الشيء، رح يرجعوا على جامعاتهم، رح يقدروا يعني راجعين ومعهم قلق، علما أنه الرجعة عم بيقولوا الحمد لله اللي تخلصوا، بس همهم اللي جاي. لواء خير كان عم بيقول أنه بعد في كتير لبنانيين داخل أوكرانيا، هولي يعني تم إجلاء كل اللبنانيين اللي خارج أوكرانيا، بس بعد اللي داخل أوكرانيا هول شو مصير؟ لا مش كل اللي خارج يعني أوكرانيا، لأنه في ناس هلأ لحنا وكنا كان بعضهم عم بيعطوا خبر أنهم بدهم يقطعوا الحدود، فهيدا الشيء بيعني أنه بعد بكرة والأيام المقبلة رح يضل في ناس بعضها بالطريق. نحن بندعي كمان الدولة ترجع تأملهم طيارة والتواصل مع السفارات حتى ينظموا هيدا الموضوع. طبعا العدد كان أكبر بكتير، ولكن هناك أشخاص دخلوا إلى أوروبا وبالساعات الأخيرة غيروا رأيهم وبطلوا جايين على الطيارة، مع أنهم سجلوا أسمائهم، راحوا على ألمانيا، راحوا على فرنسا. أنا حكيت مع كذا حدا منهم وعم يفتشوا على مستقبل، يمكن منهم معتبرينه في مستقبل بلبنان، ومعظمهم من الطلاب، فأكيد في. وبأوكرانيا في العشرات أيضا بمناطق خطرة بسبب المعارك الموجودة، وصلتنا منهم أكثر من مناشدة، خيرسون، عدة نقاط قريبة منا كانوا عم بيناشدوا بأنه يصير في تدخل للمنظمات الإنسانية والدولة اللبنانية مع السلطات الروسية ببعض الأحيان، لأنه أصبحت بعض الأماكن تحت السيطرة الروسية. الحمد لله على سلامتك أدموس ياسين، كلك ذوق. إذن مشاهدينا الكرام بعدنا عم نفتش، ما نضحكك خلص حش تبكي. الحمد لله وصلوا بالسلامة. وينه أحمد؟ عايتين لنا أحمد، خلينا نحكي معه. صار برا؟ يلا هلا وين توجهكم؟ احنا على الكار على حلبة. سلمونا على الله يسلمك، شكرا لك. شو محضرتين عشاء؟ بك خلصنا، صارنا 15 يوم عم نبكي، هلا بدنا نضحك ان شاء الله. اكيد تفضلوا. شو محضرتينا؟ عملت لكم صفيحه. صفيحه عكاريه مش بعد. ايه لا عكاريه. ايه الله يسلمك، شكرا لكم. اذا يعني من المؤسف انه لبناني وين ما يروح بيعاني. مشاهدات كتير مؤثرة، أكيد الأهالي لهم أسابيع عم بيعانوا.
حتى يوصلوا أولادهم. إذن هذه هي المشاهدات من مطار رفيق الحريري الدولي. يعني بين الفرح والحزن خلينا نقول المشاعر تمتزج، الفرح على الوصول بالسلامة والحزن على المعاناة السابقة وأيضا على المصير، مش عارفين شو بدهم يعملوا بالمرحلة المقبلة. كتير أهالي أمنونا أنه نرفع الصوت بمسألة، وهي أنه ضروري التأمين، التأمين بدائل علمية أكان بلبنان أو برا. إذا مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على فيسبوك، نقلنا لكم مباشرة من مطار رفيق الحريري الدولي هذه الرحلة اللي وصلت من بولندا إلى لبنان بعد معاناة لحوالي 120 لبناني ولبنانية قضوها لأيام أكان بأوكرانيا بالبداية، ومن ثم برحلة النزوح من أوكرانيا إلى بولندا. وكان قبل وصل طائرة سابقا آتية من رومانيا. اللواء خير بيقول إنه لحد هلأ ما بقى في تقريبا ولا لبناني موجود خارج أوكرانيا، لأنه نأجلوا كل اللبنانيين الراغبين بالمجيء إلى لبنان من خارج أوكرانيا، في حين أنه هناك مئات اللبنانيين لا يزالون يتواجدون في داخل أوكرانيا وهن تحت الحرب وعم بيعانوا وحابين أنهم يظهروا من أوكرانيا. رح الدولة تتابع بحسب ما قال اللواء خير، ولكن بحسب ما قالنا كمان زميلنا إدمون ساسين اللي كان موجود هناك أنه بالأيام القليلة المقبلة ربما يكون هناك عدد من اللبنانيين سيصلون إلى الحدود، وبالتالي على الدولة أنه تتابعهم وترجع تجليهم أكان إلى لبنان أو إلى أي دولة هني بيختاروها. هذا أقل واجب للدولة اللبنانية اللي بالبداية للأسف كانت شبه غائبة خلينا نقول، ولكن فيما بعد ما طلعت الصرخة بلشت تتحرك. كان معكم ربيع شنطف فراد بوكامل، إلى اللقاء.